واللي غنقولوا بان التقاعد يعتبر يعني من اهم المخاطر اللي خص ضروري تستافد منها الشريحه المغربيه، واللي كنعرفوا حاليا بان اكثر من 54% من الساكن المغربي ما كتستافدش من التقاعد. اذا الهدف هو اننا نطالعوا لواحد الاصلاح اللي هو يعني الهدف ديالو هو تعميم الحمايه الاجتماعيه وخاصه التقاعد لجميع المواطنين، وكذلك الحفاظ على الحقوق المكتسبه لجميع المتقاعدين. الحديث عن يعني اصلاحات او عن يعني سيناريو الاصلاح سابق لاوانيه في الوقت الحالي. لماذا؟ لان حتى بان في اطار الحوار الاجتماعي مع النقابات الاكثر تمثيليه وكذلك يعني ارباب المقاولات والحكومه تم تحديث او احداث ما يسمى باللجنه العليا لاصلاح التقاعد، اللي امتداد للجنه الوطنيه لاصلاح التقاعد، اللي غتاخذ يعني بعين الاعتبار يعني الاقتراحات ديال النقابات وكذلك بناء على الدراسات التقنيه من اجل الحفاظ بواحد المقاربتين شويه متناقضتين، هو التوازنات الماليه وعدم مس بالحقوق المكتسبه، وكذلك يعني ضمان استقرار يعني الاقلاع الاقتصادي للمقاولات. وفي هذه الحاله يعني هي يعني معادله جد صعبه التحقيق على امر الواقع، ولكن هناك جد سيناريوهات اللي خاص نبداو يعني بدايه في التشخيص وفي الواقع الحالي للانظمه، وثانيا في التفكير في سيناريوهات بناء على سواء الدراسه او على اقتراحات اللي غتكون من النقابات، باش نقولوا بان هناك اصلاح في افق سنه يعني